وزير الدفاع الأمريكي يقول إن الحوثيين يرون أنفسهم غير تابعين كثيرا لإيران ويجب محاسبتهم. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم إن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب ترى نفسها أقل تبعية لإيران، مؤكدا استمرار جهود بلاده في إضعاف قدرات الحوثيين الذين وصفهم بالمتشددين. جاء ذلك في تصريح نقله موقع تريد ويندز المختص بأخبار الشحن العالمية بعد يوم من الذكرى السنوية الأولى للهجوم الرئيسي الأول للحوثيين على الشحن، في إشارة إلى اختطاف الحوثيين لسفينة الشحن جالكسي لايدر. وذكر الموقع أن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي كان ردا على سؤال لأحد المراسلين عما إذا كان موقف إيران الضعيف، ربما في إشارة إلى الضربات الجوية الإسرائيلية ضد أهداف الدفاع الصاروخي الشهر الماضي قد خلق فرصة لشن هجمات أمريكية ضد الحوثيين.